مكتب في النمسا لمساعدة الأشخاص الذين سافروا إلى هنالك بدلاً من أستراليا. لحظة، ما علاقة النمسا أصلاً بأستراليا؟ السر في الاسم بالإنجليزية، النمسا هي أستريا وأستراليا هي أستراليا بسبب تشابه الاسمين ينتشر عبر الإنترنت بين فترة وأخرى أخبار عن سياح ضلوا الطريق إلى النمسا بدلاً من السفر إلى أستراليا والعكس. You're Australian. Yeah. From Austria. From Australia. وآخر الأخبار أن مطار سالزبورغ في النمسا اضطر لتخصيص مكتب للضائعين الراغبين في مشاهدة الكنغرو ومصارحتهم بالحقيقة. الحقيقة أنها إشاعة نفاها المطار، هو مجرد ميم انتشر عبر الإنترنت وفي الأصل إعلان لشركة اتصالات لا تأكيدات عن لخبطة لسياح في مطار البلدين. لكن الأمر وارد جدا، في يورو 2020 مثلا سافر فرنسيون إلى بوخارست بدلا من بودابست لمشاهدة مباراة منتخب بلادهم أمام النمسا. قائمة خلط البلاد ببعضها طويلة، ومن الأمثلة المهمة كأس العالم لهوكي الجليد عام 2017 حين عزف نشيد سلوفينيا بدلا من نشيد سلوفاكيا، ومؤخرا أطلقت السويد حملة سياحية فكاهية لإنهاء الخلط بينها وبين سويسرا. جوجل يقول أن 120 ألف شخص بحثوا عما إذا كانت السويد وسويسرا نفس البلد. الموضوع أربك حتى الرئيس الأمريكي خلال قمة الناتو في هفوة شهيرة. We got the telephone. He suggested we call the leader of Switzerland. Switzerland. My goodness. I'm getting really anxious here.